أما أكرم حسني فهو مقل هالفترة بنشر البوستات على السوشيال ميديا بسبب انشغاله بتصوير مسلسله اللي راح يطل فيه برمضان، والسبب نفسه خلاه يتغيب عن استلام جائزته ضمن حفل مجلة نيش البريطانية اللي أقيمت دورتها الرابعة في مصر. وهالحفل اللي غاب عنه أيضا شريف منير، نجوم كثار بالمقابل حرصوا أنهم يتواجدون فيه، من بينهم نسمة محجوب اللي حصلت على جائزة أفضل مطربة، والتفاصيل في خبرنا في الإنسايد تيك. والله مبسوطة جدا، يعني مبسوطة ان انا لما اجي ارجع بتكريم، والفترة اللي فاتت والسنة اللي فاتت اللي كان فيها الحمل كمان انا اشتغلت فيها كتير قوي وعملت حاجات كتير الحمد لله انها اتشافت وفي حد يعني الناس اخدت بالها منها، وان انا جاي النهاردة اتكرم عليها، فدي حاجة بالنسبة لي طبعا جميلة جدا وتسعدني يعني. وبدل ما نبارك لنسمة مرة باركنا لها مرتين، فهي استقبلت مولودها الاول في شهر ديسمبر الماضي وسمت عزيز. أولويات كتير قوي اختلفت، الواحد يومه تغير وما بقاش فيه نوم وحاجات لذيذة جدا، بس الحمد لله يعني أنا مستمتعة بوقتي ومبسوطة أن أنا بدأت واحدة واحدة يعني أرجع تاني. والعودة راح تكون بعدد من الأغاني الجديدة اللي بدأت التحضير لها. طبعا الريتم بطيء شوية بسبب أن الدنيا مسحومة، بس الحمد لله يعني في حاجات أوردي شغالين فيها دلوقتي، وإن شاء الله قريب نبدأ ننزلهم واحدة واحدة يعني سينجلز أو كده، يعني على حسب هنشوف الخطة كده هتمشي بينا ازاي، بس إن شاء الله يعني قريب تسمعوا حاجة جديدة. وإلى جانب نسمة، بهالليلة تكرم الكابل هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد، فهاجر حصلت على جائزة أفضل ممثلة، بينما أحمد حصل على جائزة عن مجال عمله في البزنس. Thank you so much. مرسي. هقول إن دي أول مرة أتكرم مع أحمد. دي أول مرة نتكرم مع بعض. أجمل تكريم. ده أنا أقول له مبروك وألف مبروك عليك وتستاهل الدنيا لينا. كلها يعني مش ليه لوحدي. مبروك لينا. كل تكريم الدنيا. أما جائزة التميز الخاصة فكانت من نصيب بشرى، وأيضا تم تكريم بسمة وأمير المصري. أنا دائما بختار الفنان برسالة تتقدم محترمة، ما يفرقش معايا ولا عدد فولورز ولا يفرق معايا وصل لإيه في اليوتيوب ولا وصل لإيه بأجره إطلاقا، أنا يفرق معايا عشان أختار ممثل أو ممثلة أو مخرج أو منتج whatever هو في أنهي بوزيشن، إنه يكون بيقدم رسالة محترمة تشرف البلد، ابني ينفع يتفرج عليه. ومن بين المختارين لهالسنة علاء عرفة اللي تم تكريمه كأفضل وجه. بحمد ربنا إن الواحد بيكافئ على شغله وتعبه، إن هو بيبقى فيه نوع من الابريشيشن كده، فبيخلي الواحد يبقى عاوز يدي اكتر ويشتغل على نفسه اكتر ويطور من نفسه اكتر، علشان ده هي دي شغلانتنا يعني، عشان نمتع الناس وفي نفس الوقت نظهر بشكل يليق بيهم. اما في مجال الموضه فجائزه افضل مصمم ازياء راحت لهاني البحيري. بهديها اول حاجه لمصر، عشان احنا فعلا كمصريين يعني بقى عندنا نماذج مشرفه جدا في كل حاجه بجد، عندنا كمان الفترة يعني إنمائية كبيرة جدا، فعايز أقول إحنا يعني عايزين نبقى فينا نماذج كتير قوي ناجحة، وعايزين نقول للجيل الجديد اشتغل بقوة هتنجح وهتبقى ليك قيمة كبيرة أدبية وإنسانية ومالية كمان. والتكريمات أيضا طالت المدرب محمود عز اللي لأول مرة يحصل على جائزة من نيش. إن شاء الله هتتكرر كتير الفترة اللي جاية، كنت تعبان شوية الفترة اللي فاتت ورجعت بالسلامة الحمد لله. إن شاء الله في تركيز في شغل أكتر، في مفاجأة بقى عملها لأحمد فهمي. وهالمفاجأة بتتعلق بدور أحمد فهمي بفيلم مستر إكس. في البداية كان الموضوع صعب شوية، لأن هو كان عنده، هو فهمي عنده مشكلة كبيرة، عنده ارتجاع طول الوقت، فهو طول الوقت تعبان وطول الوقت ماشي ما بياكلش غير 4 أو 5 انواع اكل من البروتين وكارب، ما بياكلش حاجات يعني، في يعني كل الموضوع ان هو ماشي على 5 حاجات في الاكل دي، بنقعد نغير فيهم ونشقلب بيهم ونغير طريقتهم بتعملوا ازاي، فموضوع الاكل ده احنا تعبانين فيه قوي طبعا مع ضغط الشغل والسفر، بس بدانا نركز قوي مؤخرا وهو بدا ياخد الموضوع بجد قوي، وإن شاء الله الشيب يعني هيفاجئ الناس كلها إن شاء الله، يبقى فات أكتر، خفيف في الحركة، شكل جسمه مش عضلات كبيرة، هو شكل جسمه ديفايند قوي، فات قليل قوي، مفيش أقل نسبة دهون هتبقى في جسمه، ده هيبقى باين في التصوير إن شاء الله.